على مدى أكثر من 35 عاماً تعمل شركة الهانوف للسياحة باجتهاد لتقديم أفضل خدمات السياحة الدينية، حتى صرنا أفضل شركة تقوم بتنظيم رحلات الحج على مستوى العالم الإسلامي. وتقدم شركة الهانوف لعملائها الدائمين رحلات الحج والعمرة بأسلوب علمي يحكمه أساس واحد فقط، وهو المصداقية في القول والعرض لبرامجنا تقابلها مصداقية في الأداء، لتنافس الهانوف نفسها بتقديم خدمات حصرية جديدة لعملائها، وتسعى دائما للانفراد بالأفضل لتحافظ على مكانتها الأولى عالميا وإسلاميا. وسعت الهانوف منذ أكثر من 3 عقود أن تتطور عاما بعد الآخر لتقديم الخدمات لعملائها، فقامت بتوقيع عقد شراكة مع شركة سيرا العالمية لإعادة السياحة العربية إلى مصر، وتعد هذه الشراكة خطوة هامة جدا لدعم الاقتصاد المصري. قدمت شركة الهانوف هذا العام خدمات جديدة لم تكن متاحة في الأعوام السابقة، وشهدت الشركة تطورا كبيرا في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مما انعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة، وظهر ذلك في مخيماتها في عرفات ومنى. تقدم الشركة الخدمات اللوجستية التي لا مثيل لها على الإطلاق، ما يكمل مسيرتها نحو كونها الشركة الأفضل في تنظيم الحج والعمرة على مستوى العالم الإسلامي. فيتم الحجز على الطيران الخاص الذي يوفر رفاهية وراحة وجودة أكثر لعملائها الذين ينتظرون المزيد دائما. وتنفرد شركة الهانوف بتقديم سبل الراحة في الباصات التي تنقل عملائها، بالإضافة إلى المخيمات المجهزة بكافة سبل الراحة والرفاهية. فتوفر شركة الهانوف في مخيم منى الهدوء والراحة عبر اختيار المكان المميز الذي يبعث السكينة التي تتناسب مع قدسية الأماكن المقدسة. ويتميز بوفيه مخيم منى بالعديد من الأطعمة الشهية المختلفة والمقدمة طازجة والتي تناسب كل الأذواق، بين الوجبات الخليجية والشرقية والغربية والحلويات والمشروبات. وتقدم الهانوف الراحة التامة في مخيم عرفات، وتوفر جلسات مريحة واستراحات رحبة، بما يحقق الراحة للحجاج مع تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة التي يحتاجها الحجاج طوال الوقت وعلى مدار الساعة. كما تعتبر شركة الهانوف رائدة في تقديم خدمات الإرشاد الديني من خلال لفيف من كبار علماء الدين لمساعدة الحجاج على أداء مناسكهم بدقة، وللرد على أسئلتهم فيما يتعلق بمنسك الحج. وتقدم الشركة فريقا من المرافقين والمشرفين المتخصصين والمختارين بعناية فائقة لمصاحبة الحجاج أثناء أداء مناسكهم. وقد تم توفير سيارات الجولف الصغيرة لتنقل داخل مخيم عرفات لكبار السن ولغير القادرين، في خطوة تعكس رقي الخدمات والمهنية التي عليها الشركة. كما طورت الشركة الخدمات المقدمة في مخيم عرفات عما كانت عليه سابقا، سواء فيما يتعلق بالخدمات الفندقية أو جودة الأطعمة والمشروبات المقدمة للحجاج. كما شهد مشعر المزدلفة أيضا تطورا غير مسبوق على كافة الأصعدة، حيث أصبح يوجد به مخيمات وأماكن مخصصة للوضوء والصلاة وتقديم الوجبات السريعة، وأيضا أماكن انتظار حفلات الحجاج، وهذا لم يكن متاحا في السابق في هذه المنطقة. ومنعا للتكدس والازدحام الشديد أثناء الرجل، وتجنبا لحدوث أي مشكلات، واستكمالا لتوفير أوجه الراحة للعملاء، انفردت الشركة بتوفير باصات خاصة تقل الحجاج إلى أماكن الرجل لتجنب التزاحم والتدافع. يجد عملاء الهانوف كل أنواع الخدمات الفندقية المتميزة من استقبال وغرف ومخيمات وطعام طازج يقدم بعناية فائقة على أيدي أكثر الشيفات خبرة في المملكة، والذي يشمل جميع الأنواع التي تتناسب مع كل الأذواق. نتلقى شهادات الشكر والثناء على مجهوداتنا من قبل عملائنا بعد عودتهم إلى بلادهم.
فهم يرون أننا قد استطعنا أن نقدم جهدا غير عادي من أجل راحتهم أثناء الرحلة المقدسة. قالوا أننا نحظى بأداء احترافي مميز، وأن كل الشركات الراغبة في النجاح عليها أن تحذو حذونا في تقديم الخدمات الرائدة، ووصفونا بأننا مصدر إلهام وفخر لمصر، وأننا نستحق بجدارة لقب أفضل شركة في تنظيم فاعليات الحج والعمرة على مستوى العالم الإسلامي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله.